علي غير في كل أموره، منها الصبر، فصبرت. وفي العين قدر، وفي العين قدر، وفي العين قدر. أشد الآلام هي في العين، ما عندنا ألم أشد من ألم العين، اسأل الأطباء، أشد أنواع الألم. يعني يمكن يوصل إلى درجة أن الشخص يغمى عليه، دماغه ما يتحمل الألم، ألم العين. ولذلك الإمام علي قال: لا وجعك وجع العين ولا همك هم الدين. فأهم هم هو أن يكون واحد مديون حق الآخرين عليه، والوجع وجع العين. يقول: فصبرت وفي العين قذى. أحيانا ذرة تراب تدخل في عينك ما تقدر تصبر. يقول: في العين قذى، سلاية بعيني، سلاية بعيني وأنا أصبر. وفي الحلق الشجع، مجرد حبة رز تدخل في زردومك تقوح، ما تقدر تتكلم، ما تقدر تتنفس، وربما يموت الإنسان. يعني صبر هكذا صبر. أرى تراثي نهبا، أنا حي يرزق والتراثي يتبادلوه. الأول يعين 6-7، يعين الثاني، الثاني يعين في المجموعة واحد من عندهم علي. أنا وين هم وين؟ لكني أسفت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا.